بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من حلقات كشف المرتزقة، ونستضيف في هذه الحلقة ضيف جديد وهو الحاج عوض. الحاج عوض طبعا له خبرة في كشف المرتزقة، وحنسأله كم سؤال حتى نستطيع أن احنا يعني نستفيد من خبرته في هذا المجال، ونسأله كيف نكشف المرتزقة وما هي أساليب المرتزقة وما هو رأيه في هؤلاء المرتزقة. خلينا نرحب بالحاج عوض ونقول له السلام عليكم يا حاج عوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بخير إن شاء الله. وأنا سؤالي هنا للحاج عوض، في ناس بتبقى مثلا بيدفعوا عن دولة مطبعة وبيهاجموا دولة زيها مطبعة، ممكن مش مطبعة رسمي، يعني مثلا أضرب لك مثال يا حاج عوض عشان تقدر بس تقدر يعني تفهم الصورة أكتر. في مرتزقة للإمارات لغة إماراتي في مصر، والجماعة دول بيدافعوا عن تطبيع الإمارات وبيدافعوا عن الإمارات، ما بيجيبوش سيرة الإمارات خالص خالص، ولا علاقتها مع الكيان الصهيوني ولا تطبيعها ولا علاقتها العسكرية والتجارية والإعلامية ولا أي شيء خالص، وتجدهم بيهاجموا بلاد تانية مطبعة مع إسرائيل أو في علاقات من غير تطبيع رسمي، تقول عليهم إيه دول يا حاج عوض؟ يعني أنا عايز أسأل سؤال، هو العلاقة مع الكيان الإسرائيلي حلال ولا حرام؟ محلل ولا محرم؟ متاح ولا مش متاح؟ عار ولا مش عار؟ إيه القصة؟ كل ما يقابل حد يقول له أنت بتأيد المحتل وأتباعهم في أحضان المحتل، محدش قادر يتكلم، لا ده أنت صهيوني، وفي الآخر أتباعهم مع الكيان الصهيوني، محدش فاهم حاجة. محدش فاهم اي شيء. ازدواجيه في المعايير رهيبه لا يمكن ان تتخيلها. نفاق ما بعده نفاق. انا عندي مبدا، ده وحش وحش، ده حلو حلو، مش ده وحش هنا وعند اسياد حلو، ولو اسياد قالوا له وحش يبقى هو وحش وعند اسياد. محدش فاهم اي شيء، والناس دي ماشيه ازاي؟ طيب معلش يا عم حاج عوض، هما دلوقتي يعني بيدافعوا عن الامارات وبيطبلوا الامارات، ما بيقدروش ينتقدوا الامارات خالص، مع انهم بينتقدوا الدول الثانيه بنفس فعل الامارات. انت فاهم ازاي يا حاج عوض؟ عايزك تركز معايا يا عم الحاج. هما بينتقدوا دول غير الامارات بما تفعله الامارات، طب الناس دول تقول عليهم ايه؟ رجاء يعني عايزين رايك في هذه المساله. ان هؤلاء لا يستطيعوا ان ينتقدوا اسيادهم. طيب هما لو ما انتقدوش اسيادهم هيبقى الارتزاق واضح، ازاي هم بينتقدوا غيره يعني بينتقدوا دول تانية بفعل اسيادهم؟ لا يعني حتى الشاعر عم الحاج عوض بيقول لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك لو فعلت عظيم. وبعدين حضرتك سالت قلت التطبيع عار ولا مش عار، ولا التطبيع حلال ولا حرام؟ المشايخ اتكلموا في هذه المساله، التطبيع يكون معاهدات، معاهدة سلام يعني هدنة مثلا، التطبيع بهذه الأشكال وذوبان الشعوب بعضها في بعض، تطبيع عسكري وتعاون عسكري، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هادن اليهود هادنهم وما طبع معهم. يعني فاهم ازاي عم الحاج عوض؟ وانت فاهم القصة دي عم الحاج عوض؟ اذا زي الرجل اللي كان طالع اللي هو رجل اعمال الاماراتي اللي بيقول لك عايزين تطبيع الاولاد وامي تروح عند امك وابني يروح عند ابني وتبقى خليط كده، والدعوه للبيت الماسوني وكده يعني، واخد بالك ازاي؟ طب ممكن سؤال تاني يا عم الحاج عوض، معلش هتقل عليك يعني، معلش استحملني. برضه الناس دول اللي هم مرتزقه الامارات اللغه الاماراتي دايما وابدا يعني يقولوا لتركيا ويقولوا لقطر انتوا متصهينين، انتوا كذا وانتوا كذا، تقول لهم ايه؟ ترد عليهم تقول لهم ايه يعني؟ معلش اعذروني ان انا بجيب لكم الشخصيات دي، بس الغرض من هذه الحلقه ان اطرح لكم ان هؤلاء لا يستطيعوا ان ينتقدوا اسيادهم. كم مره قابلتي اثناء عملك محللين سياسيين اسرائيليين؟ وكم مره اجتمعتي مع الصهاينه؟ هذا تطبيع ولا بطيخ؟ اتحداك تجاوبين ان الرقم كبير. صعب عده، ما هو رقم كبير فعلا. ما هي برضه يعني بتدعي الشرف وبتقولي متصهينين وصهاينه وبدنجان وحلال، ليه ما اعترضتيش؟ ليه ما اعترضتيش لما عرفت ان اسيادك في احضانهم؟ ليه ما اعترضتيش على اللي مش عارف ايه؟ وليه ما اعترضتيش وليه ما اعترضتيش؟ حضرتك برضه عم بكرر الكلام، هم اعلاميين بس بوريك معنى ازدواجيه المعايير ومعنى ان هم عالم معدومين الضمير.
طب اقول لك حاجه تانية يا حاج عوض، انت مش هتصدق. بنقول للوبي الاماراتي ده والمرتزقه بتاع الامارات اللي بيدافعوا عنهم بيطبلوا هبله ومسكوها طبله، بيطبلوا لها على الفاضي وعلى المليان، حق باطل بيطبلوا لها، واخد بالك ازاي؟ فبنقول لهم ده الامارات سنت قانون، وحاكم الامارات سن قانون ان قانون المعايشه، يعني واحد لو راح الامارات وطبعا ما لقاش سكن يروح يدور له عليه سكن، يشوف اي واحده يسكن معاها في اوضه، يسكن معاها في شقه من غير جواز. هو انت فاكر بجواز؟ لا، من غير جواز، ويعني زي حال مشكله السكن. فبنقول لهم ده فاحشه وده حرام، وازاي ولو خلفت ممكن الست تتخلف، طبعا الاثنين عايشين مع بعض راجل وست، يعني يعملوا ايه؟ بالليل يلعبوا طاوله مثلا ولا يلعبوا شطرنج، انت فاهم بقى الراجل لما ينتقد الست، انت فاهم، وكمان الخلوه ويناموا في شقه واحده ومقفول عليهم باب واحد، مشكله. لا هناك عادي مباح ده، واخد بالك ازاي؟ فبنقول لهم دي فاحشه وده حرام وده يعني ترخيص مش للزنا بس، لا ده ترخيص عادي جدا يعني. فنقول لهم كده يقول لك لا ده بيكره الفاحشه وينصر المظلومين ويعين ضعفه المسلمين. نكلمهم على فلسطين، انتوا عملتوا لها ايه لما طبعتوا وعملتوا ايه للمسلمين، ولما تروحوا تتحالفوا مع ايران وتركيا وتتحالفوا مع اسرائيل، ده اضعاف للمسلمين واضعاف العرب. يقول لنا لا ده هذا الحاكم يكره الفاحشه وينصر المظلومين ويعين ضعف المسلمين، يعني في كل مكان كمان بيقولوا لنا كده. تقول لهم ترد عليهم ايه؟ ترد عليهم تقول لهم ايه يا شيخ الحاج عوض؟ اقصد اتفضل. من ساعه ما سمعتها وانا حاسس بالذنب تجاه هذا الرجل. معلش معلش. ويكره الفاحشه وينصر المظلومين ويعين ضعفة المسلمين في كل مكان على نوائل الظهر، اللهم آمين. استمتعوا بسماع رؤية الحق والكلام ده. أنا سمعت الكلام ده عصبي تهبت والله. معلش معلش. يكره الفاحشة وينصر المظلومين. اه هم بيقولوا كده. المسلمين وحياة أمك. أمهم هم مش أنا. أمهم فين؟ مش أنا اللي قلت. فين الفاعل اللي بالفاحشة اللي يكره؟ ده الفاحشة عنده. اسأل. هو مصدر الفاحشة في العالم. أنا عارف. الهي تتفحش في ركبك يا شيخ. هم مش انا مالي. وينصر المظلومين فين؟ اسالهم. ويعين ضعفة المسلمين فين يا اسالهم ربك. هم انا مالي. لا يا رب بيت. مش انا اللي بقول. ما تتجبر تحت منك على راي عادل امام. مش انا اللي بقول. ادي يا جماعه. ادي الاشكال اللي. طب ممكن يا حاج عوض تسالهم ليه ما بيردوش؟ هم احنا بنسالهم الكلام ده ما بيردوش خالص خالص. والله بنسالهم ما بيردوش. اعمل ايه طيب؟ اسالهم انت بقى. يعني هم الواد مش مبسوطين ولا مش عارفين يردوا ولا ايه يعني؟ يعني لما مسرح واد زي ده على اليوتيوب. انا بقى بسالك يا عم الحاج عوض اخر سؤال، الناس دول شفت زيهم في حياتك؟ يعني وبتصفهم بايه؟ يعني تقول عليهم ايه دول؟ يعني تقول عليهم ايه؟ مرتزقه؟ آه ما عندهمش كرامه؟ ما عندهمش شرف؟ يعني تقول عليهم ايه؟ مش فاهم يعني. اتفضل قول. ايه رايك بكل صراحه في لوبي الامارات ده ومرتزقه الامارات؟ يعني هم الواد مش مبسوطين ولا مش عارفين يردوا ولا ايه يعني؟ يعني لما مسرح واد زي ده على اليوتيوب عشان يطبل، عمري ما شفت حد منبطح زي الجماعه دي والله العظيم. منبطح صدقت لا يمكن ان تتوقعها تماما. صدقت. سندا لكل المظلومين فكن كالجبال الشامخه واياك ان تتراجع، فالله معك وكل الشعوب العربية والإسلامية معك، تساندك وتدعو لك بالنصر والتمكين، فسر إلى الأمام ولا تبالي واسحق جيوش الظالمين، واسحق جيوش الظالمين. الواد شكله كان ابتسام وهو صغير. ولد زي ده لا يستطيع أن يتكلم بهذه الطريقة إلا بتصريحات برضه. هم دولت الأشكال اللي بيسموها منافقة. سادتي أنساتي سادتي، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم مع الحاج عوض الجديد ورأيه السديد في المرتزقة، في الذين يأكلون على كل الموائد كما ذكر هو المنبطحين انبطاحا، هم منبطحين للذي ينبطح للكيان الصهيوني، وكما سمعتم أنه يصفهم بالانبطاح الشديد، ولم يرى منبطحين مثل هؤلاء ولا منافقين ولا ولا ولا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع ضيف جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.